تحية طيبة من مراكز مكاني. أهلا وسهلا طلابي الأعزاء، طلاب المستوى الأول في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم الموقع والاتجاهات. قبل أن نبدأ، صديقنا سمور يرغب أن يلعب معنا لعبة جميلة. أنا صديقكم سمور، أين أجلس الآن؟ أحسنتم، أجلس فوق الصندوق. أين أجلس الآن؟ تحت الصندوق. أحسنتم أحسنتم. أنا صديقكم سمور، هل تشاهدونني؟ أنا هنا هنا خلف الصندوق. نعم أنا خلف الصندوق. حسنا، أين أنا الآن؟ أنا أمام الصندوق. أحسنتم. إذن الآن نحدد موقع سمور بالنسبة إلى الصندوق. أحسنتم. إذن درسنا اليوم الموقع والاتجاهات. تعلمنا اليوم وإياكم مفهوم فوق، تحت، أمام، خلف. الآن سأسألكم سؤالا بسيطا، يا سامر بأي يد تأكل؟ نعم بيد اليمين. بأي يد أكتب؟ باليد اليمين. الكل يرفع يده اليمين عاليا؟ نعم هذه يدي اليمين. فلنرفع يدنا اليسار. يسار، يدنا اليسار. أحسنتم. إذا الاتجاهات لدينا يمين، لدينا يسار، اللون الأزرق فوق، اللون الفستقي تحت، اللون الأصفر يمين، اللون الزهري يسار، القلم أمام الأسهم، اللوح خلف الأسهم. لدينا ورقة عمل بسيطة وسهلة، ألون التفاحة التي فوق الطاولة باللون الأحمر والتفاحة التي تحت الطاولة باللون الأزرق. لدينا تفاحتان فوق تحت. السؤال الثاني، ألون المركبة المتجهة إلى اليمين باللون الأصفر والمركبة المتجهة إلى اليسار باللون الأخضر. أحسنتم أحسنتم أعزائي الطلبة. في الختام نأمل أن تبقوا في صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.